Hello, everyone. Top Score, Unit 6, Heroes. النهارده هنتكلم على الفيوتشر with will. الفيوتشر المستقبل بويل. ويل معناها سوف. بنستخدم ويل لما بنتكلم عن أحداث سريعة إحنا مش مخططين لها. زي مثلا لما أجي أقول لك I will open the door، أنا سوف أفتح الباب، أنا ما كنتش مخطط إن الباب هيرن مثلا أو الباب هيخبط فأنا هروح أفتحه. في الإكزامبل نمبر 1 they will travel to Luxor next year، هما سوف يسافروا إلى الأقصر السنة اللي جاية. I will visit my grandpa tomorrow. أحمد will buy a new car. They want to play football. طبعا في حالة اللي أنا عايز أنفي ويل أنا بحط ويل نوت اللي هي ممكن أختصرها بكلمة want. في تكوين السؤال when will you arrive، متى أنت سوف تصل. Will it snow this winter؟ هل هي سوف تمطر تلج هذا الشتاء؟ طبعا في الاجابه عليها بتبقى yes it will او no it won't. طبعا التكوين بتاعي الفورم subject plus will plus الverb infinitive. subject plus will plus الverb infinitive. في النيجاتيف subject plus will not او won't plus الverb infinitive. if type 1 first conditional بنسميها if الشرطيه. if بيجي بعدها present simple كوما future simple. طيب هي بتقول لي ان لو انت بتعمل حاجه في الوقت المضارع هيحصل لك حاجه في المستقبل. زي لما اجي اقول لك لو انت بتذاكر كويس انت هتنجح، لو انت بتاكل كتير انت هتتخن في المستقبل. طيب لو ربطت بإيف في النص فهي هيجي بعدها البريزنت سيمبل زي ما احنا اتفقنا، وهيجي قبلها الفيوتشر سيمبل. تبقى كده فيوتشر سيمبل إيف بريزنت سيمبل. اكزامبل نمبر 1 if you have a shower you will lose less water. if you have a shower you will lose less water. نمبر 2 if you send us some money، لو انت بعت لنا فلوس، we will build a new house، احنا سوف نبني منزل جديد. there will be a drought، سوف يكون هناك جفاف. if it doesn't rain، لو الدنيا ما امطرتش. number 4 he will buy a new ball، هو هيشتري كرة جديدة. بس الكلام ده هيحصل امتى؟ if he loses his ball، لو هو فقد الكرة بتاعته.